فيش في مر يعني المسافه بين منيا الحيطه ولمشاه 15 كيلو 20 كيلو. ما حاولتش تروح له مره او حاجه يعني خلال تواجد يعني سيد كابتن سيد عبد الحفيظ؟ ثواني بس، انا راجل بسيط. انا اقصد ايه كابتن سيد عبد الحفيظ ابن النادي الاهلي. كابتن سيد عبد الحفيظ ابن النادي الاهلي، واكيد كل البلد هنا بتحب كابتن سيد عبد الحفيظ ان هو ابن مركز اتصال. هل يعني في مره خلال تاريخ الكابتن سيد سواء هو لاعب او اداري ما شفتوش ولا مره هنا في اتصا خالص خلال اكتر يعني كابتن سيد متواجد في الاهلي من حاجه و80؟ ما اعرفوش اللي في التلفزيون حضرتك. اه ما اشوفوش اللي في التلفزيون بس، ما اشوفوش خالص. ولا اعرفه بقى، ولا اعرف حتى بيته بقى. وبقول لهم الالمشاه بس انا ما اعرفش. ما انا عارف انه من الالمشاه بس انا اقصد ان يعني الالمشاه ومين الحيط الاثنين مركز اتصا، وكابتن سيد رمز كبير من رموز النادي الاهلي. مش مشوار باين مشوار، وبعدين ده مش راجل في القاهره مش قاعد معانا هنا قاعد في بلده، اللي يعرف عنه ولا عمه يعرف اهله ولا يعرفه. تعرف حد من اسره الكابتن سيد؟ لا 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 مش معرفش والله. طيب في نهاية لقائنا معاك لو حبيت توجه كلمة لمعالي المستشار مرتضى تقول له ايه؟ يعني اقول له ايه يعني مثلا؟ ايه اللي انا عايز اقوله؟ عايز حق اوريدي شارع. فاسق من بنانا تبينه. انت كده زي ما حضرتك قلت لي ان انت بتتهم الشخص اللي بعت الفيديو لمعالي المستشار، مظبوط؟ ايوه. مظبوط كلامك؟ المستشار والمستشار برضه. انت كنت تتمنى من معالي المستشار ان هو يتأكد. ده اللي انت عايز تقوله. انت شايف الشخص اللي بعت الفيديو لمعالي المستشار مرتضى ده شخص فاسق وبيتهمك اتهام غير موجود باطل، وانت كنت تتمنى ان معالي المستشار يتحرر بكم. صح. مظبوط. واكيد طبعا يعني احنا كل الناس بتتابعك دلوقتي وشافتك، واكيد معالي المستشار شافك، فبرضه في نهايه لقائنا لازم توجه رساله لمعالي المستشار. انت تبع المستشار يا لا يا عم احنا بره 24. اتفضل. يعني اقول ايه انت عايز تقول له ايه؟ مع المستشار مش عارف اقول ايه يعني اقول ايه. انت عايز تقول له ايه عن الظلم اللي انت تعرضت له ان في حد بعت الفيديو غلط لحد؟ لا هو المستشار اللي اتكلم. يا جماعه هنسمع الراجل، هنسمع الراجل بعد اذنك. انت كده هتمشي قانوني وهتقوم محامي. يا باشا انا همشي قانوني، همشي قانوني وانا في المستشار نفسه. شكرا ليك يا عم رجب. احنا هنا في مركز اتصا وتحديدا في قريه منيا الحيط، معانا طبعا في اول ظهور ليه كان عم رجب. طبعا عم رجب قال واتكلم ان اللي حصل ده هو مستغربه وزعلان من اللي حصل، وان بيتهم الشخص اللي هو بعت الفيديو لمعالي المستشار مرتضى منصور. زي ما حضراتكم شايفين طبعا تجمع اهالي قريه منيا الحيط، الجميع اثنى ان عم رجب راجل طيب في حاله، هو بيشتغل عامل بناء، علاقته محدوده جدا بالكوره، ما فيش اي تواصل بينه وبين معالي كابتن سيد عبد الحفيظ. احنا مع جيران كابتن عم رجب.